يمكن كلمة العقاب شوية أنا مش بحبها في التربية، لأنها تتناسب أكتر مع الجرائم، يعني تتناسب أكتر مع المجرمين. يعني عقاب هو حرق دمنا جريمة. أنا سمعت الكلام ده فعلا. لا يعني أقصد طب يعني لو موظف في شغله أخطأ بياخد جزا لفت يعني نظر بيتخصم له، هو ده شكل من أشكال العقاب. مش مبسوط يعني. إحنا لما بنغلط ربنا بيعاقبنا. بيحس بإيه؟ يعني حضرتك ضد العقاب؟ ما هو يعني بيحس بالقهر. يعني فكرة نتيجة تصرفاته. طب ما تيجي نقول، ما تيجي نسميها إيه؟ ما تيجي نسميها عواقب. يعني نسميها عواقب. يعني ايه عواقب؟ يعني انا انت كسرت القانون ده، احنا قعدنا واتفقنا قبل ما نحط القانون ان كسر القانون ده فيه عواقب. معناها ايه فيه عواقب؟ يعني انت النهارده كسرت القانون ورجعت الساعه 10 و5 من غير ما تقول لي ان انا هتاخر 5 دقائق، بكره انت مش هتخرج. اليوم الثاني انت مش هتخرج. ده التربيه الايجابيه. انت غيرت التسميه بس لكن عاقبته وما خرجته. لكن العقاب ما اصل معروف العقاب عند الناس اللي هو ايه؟ الخرطوم والشبشب ومش عارف ايه والاقلام. لا مش ده قصدي. بيقول له في بانشمنت، هتقف في الكورنر وبتاع في بانشمنت. يعني قصدي على فكره ده في كلمه عربي او انجليزي ضدها. هي اصلا كمان ان انا قصدي ايه؟ قصدي ان مثلا في ولاد انه ما بيغلطش عشان هو خايف على زعل الام، او فكره ان هي تخصمه او ما تكلموش، ده ممكن يكون في حد ذاته عتاب او عقاب لطيف. بس ربنا احنا لما بنغلط، هو سنه الكون بقى، احنا لما بنغلط ربنا بيحاسبنا وبيعاقبنا. هسألك سؤال، هو ايه الهدف من العقاب؟ الاصلاح، ان ما ارجعش فيه تاني، ما اغلطش. ان هو ان انا اعمل ايه؟ اني انا اعلمه مهاره. يعني هو الهدف ان انا اعلمه طريقه تفكير. حط ايدك في الكهرباء ولا في النار وتحس ان انا لا. الهدف من العقاب هو احنا عامه ليه بنعاقب؟ علشان ابني يذاكر، يتعلم مهاره، يتعلم مسؤوليه، أو يعرف يفكر عن شيء برضه كان بيعمله. تمام، ما هو برضه في النهايه هيتعلم. إصلاح. هيتعلم حاجه. تمام. فهل بقى لو انا استخدمت معاه اساليب القهر او اساليب الضرب او اساليب اللي هي، وغالبا العقاب بيبقى ناتج عن غيظ، ان الام ايه متغاظه، هي جواها شحنه اصلا من الغيظ، وبتبقى بس في شغلها فيها بالظبط. ده حقيقي، ده حقيقي. بتبقى مثلا هي عندها مشاكل مع جوزها ومش عارفه تاخد حقها من جوزها، فبتطلعه في العيال. فهل العقاب هنا في اللي انت عملته مع ابنك، انت ضربت او انت عاقبت بالطريقه اللي انت بتعاقب بيها، اتعلم ايه؟ لا احنا مش مع الضرب تماما. خلينا نقول احنا رافضين، كل الجيل ده رافض فكره الضرب. لكن في قاعده اللي هي كانت بتشير لي ايمان، اللي هو من امن العقاب اساء الادب. لو انا مش هتعاقب خلاص بقى، بابا مش هيعمل لي حاجه، ماما هتبص لي بصه وست طيبه وهتيجي تكلمني. لا طبعا مش ده اللي احنا بنقوله خالص. طيب تعالى يا دكتور نسمي الموضوع، ما نسميهوش عقاب، انا هريحك. بنسميه ولا جزاء؟ عواقب. انا بسميه في بيتنا التمن. كل حاجه في الدنيا، دخول الجنه ليه تمن، دخول النار ليه تمن. خدنا حاجات ما كانش ينفع ناخدها. طب النهارده انا مطلوب مني ان انا يعني اعمل ايه عشان احط مفهوم الثمن او الفاتوره او المسؤوليه اللي انت تتحملها يا ابني او يا بنتي نتيجه تصرفاتك اللي احنا متفقين عليها؟ اعمل طيب. اعدلها ازاي؟ خليني اسالك سؤال برضو، حاجه تانية كده. هو انا كاب او ام انا قدوه؟ نفترض يعني انا مثلا بطلب من انا ولادي. قدوه، بس السوشيال ميديا بتقول لي، بيجي يقول لي اشمعنى انا ممنوع اعمل كذا، ما انا كل الناس على السوشيال ميديا بتعمله. اقعد اقول احنا مالناش دعوه بالناس، في الاخر هي الناس دي غصب عني تعالوا في كل حته. طيب خليني برضو احكي لك من فكره اشمعنى. احنا لو احنا عندنا مجموعه من القواعد بتقول ان انت اي حاجه هتقول عليها اشمعنى مش هتيجي، ايه اللي هيحصل؟ هو مش هيقول اشمعنى، هو انا هعلمه يقول انا محتاج. مش اشمعنى. انا محتاج. في فرق بين ان انا ابص على قد امكانياتنا كمان على قد امكانياتنا. في فرق ان انا ابص للاخر واقول له اشمعنى ده جايب، وفي فرق ان انا اقول لك يا بابا انا محتاج زي اخويا. يا بابا انا هستخدم دي في الحاجه الفلانيه. فلو انت قلت لي اشمعنى انا مش هجيبها لك. دي قاعده احنا حاطينها عندنا في البيت، اولاد الصغيرين يعرفوها. ان لو انا قلت اشمعنى مش هتيجي. لكن لو انا قلت انا محتاج الحاجه الفلانيه علشان انا هنا بصلح مفاهيم او بعدل الكلمات بما يتناسب مع التربيه الايجابيه.